بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أني أن جميع اللاعبين لهذه المقابلة اللي قدموا مقابلة قوية، استطعنا أننا نحقق واحد انتصار اللي غادي يخلينا أننا ندوزوا للدور القادم وتخلينا أننا نكملوا في النتائج الإيجابية اللي حققناهم. دابا لازم أن نساوي هذه المقابلة هذه ونفكروا في المقابلة الدوري اللي ما غاديش يكونوا سهل إن شاء الله، ونحقوا الهدف ديالنا اللي هو مع الصفوف المتقدمة إن شاء الله. شكرا.